اهلا وسهلا بيكم، رجعت لكم تاني بس جبت لكم ضيفتي الجميله الدكتوره سهام نصر الخولي، استشاري علاقات اسريه ونائب رئيس المجلس الدولي للعلاقات العامه وحقوق الانسان والتنميه ومشرف عام لجنه المراه بالمجلس. اهلا يا دكتور، وحشتينا جدا 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 حبيبه قلبي، ربنا يا رب يحفظك لينا ودايما منوره البرنامج. منوره الدنيا وبالقائمين على ده. ده عم عزف فرحانه قوي اللي انت موجوده. ربنا والله يعني هياخد لنا النهارده كادرات ما حصلتش يعني. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. اول سؤال، ايه مفهوم الصداقه؟ لا هو احنا لو هنقول عن الصداقه احنا هنكتب قصايد ماشي. هي الصداقه جايه من ايه؟ جايه من صدق. لازم الصديق عشان اختار صديق ليا او يبقى معايا صديق لازم يبقى صادق معايا في كل حاجه، لازم يبقى فيه امانه في التعامل عشان ابقى يعني حب حد او هو ده أأتمنه على اسراري وأأتمنه على بيتي وعلى شغلي وعلى اي حاجه خاصه بيا. لازم يبقى صادق معايا اولا وابقى واثقه فيه جدا ان ده انسان كويس وهيصون سري وهيصون يعني صديق ده يعني هيصور اسرارك وشغلك وعملك، مش هيجي في وقت من الاوقات وهيخلي بيكي او ان هو يخونك في اي حاجه ايا كانت. دلوقتي مش عارفه يعني هو دلوقتي تقابل اي حد يقول لك ايه ده صاحبتي عملت فيا كذا، ده صديق ليا عمل فيا كذا، كان معايا ناس في الشغل وعملوا كذا. بقت ظاهره منتشره جدا جدا الايام دي موضوع الصداقه والطعنات اللي بتيجي من الاصدقاء. ف ما اعرفش انا من مفهومي بس مش بنعمم برضو على كله، لان انا شخصيا ليا اصدقاء من ايام الطفوله لغايه دلوقتي محتفظه بيهم وناس كويسه جدا وناس محترمه جدا، ولو ايه حصل عمرهم ما بيطلعوا الاسرار. هو ده بيبقى رزق يا دكتور. هو رزق واختيار برضو. ما هو يعني لما اكون هي هنا في حكايتنا صاحبتها من وهي طفله صغيره وطالعين مع بعض والكلام ده كله، عشان كده بتقول هو انا غلطت في ايه معاها يعني؟ لا هي غلطت كتير. هي غلطت كتير. هي غلطت كتير. طب ندخل بقى على طول، غلطت في ايه يا دكتور؟ اتفضل. هي غلطت في ان هي اولا يعني انا معلش انا معايا صديقه ليا وبقى ليها حياتها وانا عايزه اساعدها بس مش معنى ان انا هساعدك معنى ان انا هعرفك كل اسراري، معنى ان انا هعرفك كل اسراري. هي عشان بتعاملها كصديقتها فعلا فقدامها صدقه في كل حاجه. ما انا لازم يبقى في سقف توقعات للبني ادم اللي قدامي. انا صاحبتي اشوفها الاول معايا في الشغل، انا صاحبتي في ود بيني وبينها، بنروح النادي بنخرج بنقعد مع بعض بنتقابل بنقعد يوم مع بعض يوم جميل كده مع بعض، انما انا ما تعاملتش معاكي في عمل، ما تعاملتش معاكي في حاجه فيها بيزنس، في حاجه فيها ممكن يبقى في كلام بيني وبينك غير الصداقه. فلازم لما اجي اتعامل مع حد حتى لو كان اخويا لازم يبقى في حدود في التعامل، ولازم يبقى في بيني وبينه العمل شيء والصداقه شيء تاني. يعني فهي فتحت لها مجالات كتيره جدا. ان قصدي حضرتك هنا يا دكتور ان الموضوع لما يدخل الشغل بيبوظ الدنيا بيبوظ الصداقه. لا ما هي حسب بقى اللي انا بتعامل معاه، لان في ناس جدا في ناس كتيره جدا بيبقوا اصدقاء واصدقاء طفوله ومش اصدقاء طفوله، بيبقوا متعرفين من كام سنه وبص تلاقيهم ناجحين في شغلهم وكويسين وامنا مع بعض. هو في هي شخصيه يا دكتور، هي شخصيه، هي شخصيه بقى شخصية. لقيت ان دي بقت احسن منها في وضع معين، او بمعنى صح انت هتاخديني جنبك بس برضو انت صاحبه الشغل او انت كذا. انا طبيعي انت صاحبتي وخدتيني معاكي انا عايزه ابقى زيك. هو انا هفضل طول عمري بس ما اضربهاش كده ايه اوكي تبقي كويسه؟ لا ما هي في ناس بتعمل كده، في ناس بتطلع مع بعض يعني، في ناس بتاخدها واحده واحده. انت ساعدتيني ووقفتي معايا وكتر خيرك وشريك الجميل دوت، طب انا عايزه اعمل حاجه او عايزه خلاص مفيش مشكله. بيبقى في تفاهم وفي صدق في التعامل، في امانه في التعامل، في حوار. انا عايزه اعمل كذا، انا ممكن انت لو رابطه ان انت تعملي معايا حاجه انا ممكن يعني خلاص انا عرفتك ان انا هعمل حاجه وممكن انا اعملها لوحدي، لكن لما اعملها بقى من وراكي لا يبقى دي خيانه بقى واروح بقى لعدوك والكلام ده كله. لا لا دي بقى عدم ما صانتش الجميل اللي هي عملته. لا يعني بصي كمان ده هي عملت ايه بقى، ده هي كانت عايزه جوزها، عايزه تاخد الموضوع ككل في الاول. يعني انا لسه هتعب بقى لسه هتعب، ما انا اخد الراجل على طول وهو بقى يعمل لي كذا ويعمل لي كذا. برضو هي ازاي قبلت يعني ازاي فكرتي حتى انها تاخد جوز صاحبتها؟ معلش هي بتتعامل بامانه. ما هو انا لما اتعامل بامانه مين اللي بيتعامل بامانه هنا؟ هي صاحبتها اللي جابتها معاها، صاحبة العمل نفسها. هي بتتعامل معاها بامانه ان صاحبتها صاحبتها مأمناها ومديها سرها ومديها وسايبه لها المكان، بس ده برضو غلط انها سابت لها المكان او سابت لها التعاملات او اطلعتها على كل حاجه. طبعا طبعا مديتها مجال واسع ان هي تخش حتى في حياتها العائليه. ده غلط طبعا غلط ده غلط. طب هنا الزوج هل كان المفروض يعني انا شايفاه ان هو ما كانش حابب يفسد العلاقه، بس هل المفروض ان هو كان من الاول لما حس ان هي بقى بتبص له او بتلمح له او الكلام ده كله ان هو كان نبه مراته بشكل واضح قوي يعني يجيب من الاخر معاها؟ ما هو لو بيحبها هينبهها.
هو نبهها بس ما نبههاش كده، يعني قال لها ايه خدي بالك منها في الشغل، ما رضاش يكسر لها الحته دي. هو شايف علاقتها بيها جامده، شايف علاقتها بيها قويه، فبرضه مش عايز يفسد العلاقه بينها وبينها، يعني عايز برضه يشوف يعني يخليها تاخد هي بالها ويبقى منها هي ما يبقاش منه هو. بس الموضوع ده ضرها يعني؟ يمكن هو الاقرب، انا دايما بقول ايه، يمكن القريب ليا ده لو قال لي على طول وصرحني وجابها لي في وشي كده زي ما بيقولوا، يمكن طبعا كان الموضوع خلص من الاول. اكيد. بس مين هنا الغلطان يعني في القصه هنا؟ لا هي اللي غلطانه طبعا، هي اللي غلطانه، هي اللي غلطانه عشان هي غلطانة برضو دخلت، لكن الثانيه هي مش غلطانه خالص يا دكتور. لا هي غلطانه، لا هي مش غلطانه، هي مش هنقول ان هي غلطانه، هنقول ان هي انسانه ما صنتش ان هي عملت فيها كده، او عايز تخطف وتجري صاحبتي. تخطف وتجري، عايزه تخطف او مش هاممها خلاص صاحبتها في حاجه. لا هي خلاص بصت للمستوى ودخلتها في حياتها ودخلتها في عملها، طب انا ليه ما ابقاش زيك؟ ليه ما شايفه جوزي جايب وجوزي يعني جايب لها شركه وعامل لها محل، عامل لها اي حاجه، طب ليه انا ما ابقاش زيك؟ فما بقت تبص لغيرها وتبص اللي في ايد غيرها، ما بصتش لنفسها ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده، هما الاثنين كانوا ممكن ينجحوا. صاحب العمل اللي هي راحت له اللي هو عدو اساسا لصاحبتها، لا هو مالوش ذنب. لا ما انا عارفه ان هو مالوش ذنب، بس هو هيبص لها هنا ازاي؟ لا عادي هو بيبص لها كصاحبه عمل. لا اللي هي جت بقى اللي هي تعتبر فتنت له بكل حاجه وقالت له كل الاسرار وراحت اشتغلت معاه خلاص. هي هنا حد خاين راح يشتغل مع عدو لصاحبتها، عدو لصاحبتها. هل هنا الراجل ده هيأمن لها؟ لا طبعا مش هيأمن لها، هيبقى في عمل مشترك وهيشغلها، هياخد منها بس بس مش هي برضو مش هيديها الاسرار بتاع، لان طلعت اسرار صاحبتها لعدوها، فهو نفسه مش هيطلع لها اسرار. يعني ما اعتقدش ان هو خلاص هيطلعها على اي شيء. لا لا هو طبعا هو استخدمها هنا، لا استحاله خلاص. هو هنا استخدمها بس عشان يكسر الثانيه بقى. اكيد طبعا اكيد. عموما هل هنا بقى في مجال شغلنا نبخل على اللي حوالينا؟ يعني ما نديهمش المعلومات الكافيه لشغلنا؟ لا هو بصي هقول لك حاجه، هو مش معنى ان انا في حاجه معينه حصلت معنى ان انا ببخل على الناس اللي عندي في العمل بقى، لا طبعا ما ينفعش. انا طبعا انا بشتغل في مجال معين، لازم المجال المعين اللي معايا لازم ادي للناس المعلومات الكافيه، لان انا الناس اللي معايا دي ما انا عايزه انجحها، ما نجحها من نجاحي. لا يعني انا قصدي اقول ايه، انا مثلا كنت في حد اعرفه شخصيا كان الحد ده بيقول لي ايه، يا نور لما تيجي تعملي شغل ادي لكل حد لقمه، ما تدلوش الرغيف كله، بمعنى ايه ان معرفش واحد بس كل المعلومات اللي عندي، فلما يمشي انا اقع. ما انا اديله في حدود عمل. انا كنت بنتقده بصراحه في المقوله ديت، يعني ازاي؟ لا مش ازاي، انا انت عندك فريق عمل، فكل فريق عمل وليه تخصصه، انا اديله تخصصه اللي هو يشتغل فيه. ممكن في ناس شايفه ان انت مثلا الشخص اللي ده بيبقى جاي لك بيبقى مثلا ضعيف، فانت حابه ان انت تديله من خبراتك، ما بلاش يتعب زي ما انا مثلا تعبت. والله بصي يا نور اقول لك حاجه، دلوقتي حاليا يعني صعب جدا ان انت تلاقي حد امين في انك انت تديله كل المعلومات اللي عندك ويحافظ عليها ويبقى معاكي. صعب. يعني اقول لك ايه، قولي لا قولي براحتك يا دكتور خالص اتكلمي براحتك خالص، لان احنا مرينا بالحكايات دي كتير. دي حقيقه، بتبقي انت بتبقي مصاحبه ناس معينه وبيخشوا حياتك وبتحبيهم وبتتعاملي معاهم بصدق، واخواتك بقى في المكان لا انتوا المكان ده بتاعكم والمكان ده اتصرفوا فيه زي ما انتوا عايزين، وبعد فتره معينه بتتفاجئي بحاجات غريبه جدا، فانت نفسك بتتضايقي من نفسك، طب انا ازاي عملتك كده او عملتك كده وانت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اعرف حد بيحط تكات صغيره في شغله، لا بمعنى ايه انه ممكن مثلا ايه يجي مثلا لو في زياده سنويه او الكلام ده كله ما يعني ما يديكيش الزياده قوي، فيشوفك انت اللي هتعملي معاه ايه اللي انا بقى عماله اديكي، يعني مثلا ما بخصملكيش، بديكي اجازات، ما بضايقكيش في الشغل، ما بهنكيش، فمثلا لو انا جيت قصرت معاكي في الحته الصغيره دي وانت هنا مثلا قلبتي بقى الدنيا دي، مثلا ما زودتنيش ال10 او ال20 جنيه، هل الناس دي بتبقى باصه تحت رجلها؟ اكيد اكيد. ما هو بصي يا نور هقول لك اشرحي لي بقى باستفاضه يا دكتور شويه. انا دلوقتي لما بيكون عندي مكان عمل وجبت فيه سي من الناس جه اشتغل معايا، والناس دي انا حبيتها جدا والمكان مكانكم والعمل عملكم وسايبه لهم الدنيا مفتوحه، انا دخلتهم مكاني ومجالي بامانه، انا اتعاملت معاهم بامانه. صح. لان انا عايزه انت لغيتي الرئيس والمرؤوس بس. هل دي غلط؟ هل دي غلط ان انا الغي حته رئيس والمرؤوس، ان احنا مثلا نتعامل بحب وبود في المكان؟ لا هي ده مش غلط قوي كده. انت بصي يا نور اقول لك حاجه، انت بتتعاملي انت نور بتربيتك بشخصك. انت انسانه عايزه الخير للكل، حابه الخير للكل، حابه كل انت في مستوى معين عايزه الناس تبقى
تفوق مستواكي، لان لما يكون عندك ناس في العمل ومتفوقين ومستواهم هيرفعوا من مستوى الشغل كمان، هيرفعوا من مستواهم. انما هو انت لو عايزه تحجبي كل حد في مكانه ما انت قادره تحجميه، ده طبيعي. صح. انما صح. انا لما بكون حباهم وتيبورك واحد واحنا مع بعضينا كلنا، واخده بالك ليه؟ لا، بس بيبقى في بقى قله من، مش هقول كله يعني قله، لان انا عندي في العمل برضو قله بيتدخل يوم حياتك وبيبقوا مطلعين من كل حاجه، ومجرد مثلا ما يحصل اي موقف او مجرد ما يحصل اي حاجه بدون قصد، مش بقصد، بدون قصد، ما بيبقاش في تفاهم، خلاص شكرا، انت موقف معين اروح بقى الجا لغيرك، وده والله حصل، الجا لغيرك وتبصي يروحوا لاعدائك. ايوه، ما دي اللي بتكلم عليها. بيروحوا لاعدائك يعرفوا ايه اللي بيضايقك بقى ويروحوا. ايوه، وبيتعمدوا ان ده هيضايقك، فانا هعمله. احترس من مأمنك. فعلا احترس من مأمنك. يعني انت بقى انت بتعملي اللي عليكي، وربنا سبحانه وتعالى برده ما بيضيعش اجر حد عمل خير ومش هيلاقي. لا، والواحد طبعا لازم يثق في ربنا ان ربنا هيعليك، هياخد منك حته اكيد، وهيزودك في حته ثانيه خالص. ويمكن فعلا الناس دي لما بتنكشف قوي، يعني انا عموما في مجال شغلي احب قوي احط التكات الصغيره، ممكن ناس تنتقدني عليها وتقولي انت ليه بتعملي كده. لا، انا من حقي ان انا كل شويه اعمل ابديت، اشوف الناس اللي معايا دول ايه، ميتهم ايه، الدنيا ايه، انا عماله ادي ادي ادي. انا بقى لما اقصر معاكي في حته صغيره بيبان في مواقف معينه، هتعملي ايه؟ النوعيه دي يجب ان انا استنى عليها يا دكتور ولا اخرجها من حياتي؟ لو حباها لو حباها، ما هو بصي معنى صديق يعني ايه؟ ما جاي من الصدق، جاي من الوفاء، جاي بان انا حبيت نور وتعاملت مع نور، فانا بتعامل معاها، انا بحب نور، فبديها فرصه واثنين وثلاثه، بعد كده لما بلاقيها خلاص شكرا ما فيش منها فايده، لا لازم اخرجها من حياتي، لان حتى لو رجعت ملاش امان ان انت تتعاملي معاها تاني. لا خلاص بقى، خلاص دي خرجت لك كل الموضوع والعداوه زي ما قلت لك. ومش شرط ان هي تطلع اسرارك بره، مش شرط ان هي تطلع اسرارك بره، يعني ممكن يضايقوك في اي حاجه تاني. زي ايه يا دكتور بقى؟ يعني زي ايه؟ المعاملات، يعني مثلا انت معايا في شركه او انت معايا في مجال عمل معين، وعارفه ان فلان او فلانه او الشركه المعينه او المؤسسه المعينه دولت انا مش رافضاهم في حياتي او رافضاهم في التعامل معاهم، ولان لاسباب كتير، وبتتفاجئ ان هي بتروح تتعامل معاهم. ويبقى باسمك. صح. ويبقى باسمك. صح. يعني صح. انت اللي رفعتيهم وانت اللي عملتيهم، وفي الاخر بيسيبوكي ويروحوا يتعاملوا مع ناس تانية باسمك. انا مش عارفه هو ليه الموضوع ده انتشر قوي كده، ليه ما بقاش فيه الحب؟ الحب ليه افتقدناه كده؟ في ايه بالظبط؟ هو احنا بنشرب الميه، هو بقى في عامل زي زي ارض النفاق دي، ولا ايه؟ شربنا حاجه ولا ايه؟ مش عارفه والله. دي حاجه دلوقتي بقى كل واحد عنده حياته، وكل واحد دلوقتي بيجري ورا هدفه. زمان كنت يعني انا بص، قصه حصلت لي حقيقيه والله العظيم. اتفضلي دكتور. انا عايز عايزين نستفيد بقى من خبراتك. اقولها وحبها تسمعني، لان دي صاحبتي يعني الروح بالروح من ايام ربنا يحفظكم لبعض. الله يرحمها. انا قعدت انفصلنا، سبت بيت بابي، وبابا برده ساب البيت ورحنا مكان تاني، وقعدت بتاع 20 سنه او 23 سنه ما اعرفش عنهم حاجه. فجاه في جروب معين مشهور، مش عايزه اقول اسمه يعني، كله عارفه يعني. اتفاجئت لان يعني انا طبعا كان عندي عمل وليا ناس فيه، فحتى صورتي وانا صغيره، انا شكلي ما اتغيرش كتير على فكره. انت قمر، الله عليك. حتى صورتي وانا في اعدادي كده، وكاتبه سهام، وكاتبه اسمي واخواتي. بتبحث عنك. بتبحث عني على الجروب ده. فلقيت اصحابي، وكان بالليل بقى كله عمال يقول لي ايه، صورتك محطوطه على الجروب وفي حد واحده بتدور عليكي. واتفاجئت، ويكلموها واديتهم ارقامها، واتصلت لقيتها صاحبتي دي الروح بالروح من ايام بيت بابا الله يرحمه. ففي ناس وفيه، في ناس تدور عليكي بعد سنين، وفي ناس اساءت للمفهوم ده، وفي ناس عارفاها وخلاص شكرا. ما انا بقول لك في ناس اساءت لمفهوم الصداقه، الصداقه دي خارج منها المصداقيه. ما ليه بقى؟ عشان خلاص بقت انا بدخلك حياتي، واخده بالك، فانت ما بتبصريش بحب. بس زمان يا دكتور، يعني ايام جدتي وجدي كان بيتهم مفتوح كده، ليه يدخل ياكل وليه يدخل يشرب، والحياه كانت مفتوحه، الناس كانت حلوه قوي، كان في امانه. الناس كانت حلوه قوي، ما حدش بيبص كده لقمه حد، ما حدش بيفكر ان ياخد من حد قلبك، انا بكره لك الحلو، انا مش عايزك ابقى حلو، ولو حلو هوحشك، هحاول اخلق الهاله اللي حواليك ان مثلا نور دي وحشه، انا هثبت النور دي وحشه للناس فهستخدم ده. انا بصراحه عاجزه عن الكلام في الموضوع ده خالص. لا والله بص يا نور، هقول لك حاجه، الدنيا دلوقتي ما بقتش مع الاصحاب بس، بعد مع الاخوات، مع القرايب، بقت ظاهره منتشره.
ان انا بيبقى في موقف ما بقاش في تفاهم، ما بقاش في روح التفاهم، ان انا في موضوع معين انا انت مقصره فيه، المهم اجي اناقشك فيه في كذا وفي كذا وفي كذا، او انا عايزه حاجه منك هقول لك في كذا وفي كذا. يا ستي عايزه فلوس تعالي قولي، هنتعامل مع بعض، انت مقصره معايا في كذا، انت مش عارفه ايه، بس بلاش الطعن ده. ليه بقينا بنطعم من الظهر؟ ده سوري في اللفظ ده شغل يهود، يعني انا دايما احب اللي يجي يواجهني في وشي، انت قصرتي معايا في كذا، لكن ما تجيش في ظهري تضربيني وتاخدي عدوي سلاح. يعني انا اديتك الرصاصه، عرفتك سري، اديتك الرصاصه، رحت انت ضربتيني بيها. ما هي بص اقول لك حاجه، ما هي المشكله احنا مش عارفين نقفل الله، هي دايره، هي دايره ولا حاجه، هي مع انت بيبقى مش عايزه اقول لك ان هو سوء اختيار، لان انت بتبقي مختاره على ثقه وبتبقي واثقه فيها. اللي اختار يبقى بالقلب صحيح ولا بالعقل؟ لا ما بص انا لما بحب نور بحبها بقلبي وعقلي. مش مساله بقى ان انا لا طب احبها بعقلي ليه، يبقى في مصلحه انا عايزاها منها. لا انا بحب نور انسانه كويسه، يمكن انا قصدي افكر في الشخصيه عموما دلوقتي. دلوقتي لازم دلوقتي بص اقول لك حاجه، مش دلوقتي مش معنى ان احنا اصحاب، مش معنى ان انت تدخليني حياتك بالصوره اللي هي يبقى عارفه كل حاجه عنك. لا لازم يبقى في حدود في الصداقه. دلوقتي حاليا لازم يبقى في حدود، احنا اصحاب او اصحاب عمل في العمل، يبقى في العمل، يبقى في العمل احنا بنتكلم عن العمل، يبقى في حدود العمل. لو انا شايفه البيت ده يعني دايما نقفل على بيتنا قوي ونحاول ان احنا ده المملكه بتاعتنا، ده القصر بتاعنا، حتى لو احنا قاعدين في اوضه بس ده القصر بتاعي، الخصوصيه بتاعتي، محدش يقتحمها، محدش يدخلها. لا ما هي للاسف انت ما تعرفيش بيبقى الظاهر غير الباطن. لو دخلنا جوه كل واحد لو سمعنا صوت بتقولي ايه هتتعبي، هتتعبي جامد، لان انت الظاهر قدامك جميل تحبني جدا وكويسه وكويسين جدا مع بعض، الباطن يعلمه الله. عشان كده لما بس بيبان، خلي بالك بيبان. ما عشان كده الناس دي لما بتاخد الطعنه، انا قلت لها انا عمري ما هحس بالوجع اللي انت حسيتي بيه طبعا اطلاقا، لان انت اللي عشت سنين عمرك معاها، انت اللي عارفه يعني ايه، اديتيها مكانك، قعدتيها في مكانك، قعدتيها على الكرسي بتاعك، قلت للناس ده هي انا، اتعاملوا معاها، فصدمه كبيره. هي 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 ما عندهاش عيب، هي بقت واثقه فيها وبتتكلم معاها على ان هي عشت عمرها وحباها، فهي بتتعامل معاها بصدق. فانت رايك ان كل حاجه تبقى في بحدود مجالها، بحدود بالذات الشغل ده، يعني خليكي يعني في يعني توقعاتنا دايما ما تبقاش ما بلاش سقف التوقعات العالي ده. لا في وحش وفي حلو، بلاش ناخدها كده ان الدنيا جميله والدنيا حلوه. لازم بصي اقول لك حاجه، لان انا صاحبتي او صديقه ليا او زميله في العمل، السر ما بيني وبينها طالما يعني طالما طلع لاي حد تاني، والصداقه عامه كتر الاصدقاء مع يعني كتر الاصدقاء ده مش كويس. ان يبقى ليا كذا صديق واحكي لده واحكي لده واحكي لده واحكي لده، لا ما دول مش اصدقاء بقى، دول زمايل. لا في ناس والله في ناس اصدقاء بتلك 15 معاه، ودي فجأة دي بتحكي ودي بتحكي، هي هي المواضيع وهي الحكايات، فده غلط طبعا. يعني لكل عزيز عزيز زي ما ده حقيقي. يعني استاذ اشرف استاذ اشرف العمده قالها لي في دلوقتي، لكل هو تقريبا كده شكله في موقف حصل لك في حياتك. لا كلنا يعني عندنا مواقف على فكره، انت وانا كله. لا اصل هو قالها بحرقه قوي لكل عزيز عزيز، اكيد طبعا. ففعلا انت ممكن تحكي لحد، الحد ده يحكي لحد، بس للاسف ان هو حتى مش هيحكي عليك الحلو. بصي يا نور هقول لك حاجه، لو في ود وفي حب وفي مصداقيه بيني وبينك، في تربيه، لو في تربيه يا دكتور سهام، واحنا متربيين صح من الاخر وعندنا مبدا ثابت والله، معلش يعني على القيم. وعلى طبعا فكره الناس دي بتبقى يتمة. يتمة ايه بقى؟ مش اب وام، اليتم مش اب وام، اليتم ده يتم اخلاق، يتم فعلا تربيه. ده حقيقه. انا لو متربيه صح وخارجه من بيت صح وابويا وامي تعبوا عليا، انا استحاله اعمل كده والله، ولو حد اشتراني بالفلوس. دي حقيقه. وقال لي ضري فلان ده اضر، وانا ما باكلش، مش لاقي ياكل اساسا. ما هو انت تربيه يا دكتور، انت بتقولي كده لان دي قيم المبادئ اللي انت تربيتي عليها، انما غيرك ممكن. ما احنا نعمل ايه في ولادنا عشان نربيهم كده فعلا، نخلق حاجه كويسه في الولاد دي، نعمل ايه يا دكتور؟ المفروض ما هقول لك حاجه، انا في وسط جو بقى كله مشاكل وكله صراعات. ما هو انت ما هقول لك حاجه، انت دلوقتي انت اللي الطفل عندك في البيت او ابنك او بنتك في البيت بيشوفك انت بتتعامل ازاي، زي ما بتتعامل هيتعامل. ما هو لو شافنا واحنا بنتعامل دلوقتي، هقول لك هو لو شاف دلوقتي واحنا بنتعامل كده مع اصدقائنا كره الاصدقاء. ما هو انت طبيعي دلوقتي الشاب دلوقتي عنده 15 18 سنه يجي يكلمك يقول لك لا اصدقاء مين اصحاب مين، انا ماليش صحاب. شفتي؟ طب ما شفتي مواقف بتحصل دلوقتي مع ما هو للاسف اللي احنا عاملينه زي السفنجه. اولادنا بيمتصوا مننا، يعني المشكله هم هيشوفونا واحنا بنتعامل كده. حب الذات، الانانيه. حب الذات والانانيه، ان انا ما بصيتش احنا
هي ما بصتش لصاحبتها ان هي عملت فيها ايه، وان هي دخلت حياتها، وان هي عايزاها تبقى زيها واكتر كمان. حبت نفسها وحبت تنشق عنها وبتبقى احسن، هي فكرت ان هي تبقى احسن منها، انما هي عمرها ما هتبقى احسن منها. ما انا بقول لها الحقيقه بقى، شوفي يعني شوفي مكان تاني اشتغلي فيه، لان انت الراجل ده مش هيخليكي كتير. لا اكيد يعني انت كارت واتحرق، هو الكارت ما دام اتحرق يبقى ايه؟ وهتيجي لو عملت مكان زيها هتبقى مخونه كل الناس اللي حواليها، مش هترتاح لان هي خانت صاحبتها. صح، فمش هتبقى اصلا هي مرتاحه في اي تعاملات مع حد تاني، هتبقى مخونه كل الناس. هي دلوقتي حاليا البنوته اللي هي خانت صاحبتها دي، هي بتحترم دلوقتي نفسها؟ يعني حاسه ان هي يمكن قويه لسه مثلا او حاجه؟ لا، هي مش حاسه بحاجه اصلا، هي حاسه ان هي في هدف وعايزه احققه وعايزه اعمل، عايزه ابقى، هي باصه ان هي عايزه تبقى احسن لسه يعني. ما فقتش، ممكن تكون لسه ما فقتش من الصدمه دي. هي مش صدمه بالنسبه لها، هي عايشه حياتها عادي جدا ولا في دماغها، لان هي لو في دماغها او فكرت 5% في ان هي اذتها نفسيا، نفسها صغيره قوي، لان هي اذتها نفسيا مش هتعمل كده، هتلاقي نفسها قليله قوي. طبعا، يعني هي على ما اعتقد ان النوعيات دي من البشر هتحتقر نفسها قوي، واساسا مش هتبص في المرايه، يعني ايه اللي انا عملته ده في الناس؟ ازاي حد فعلا احسن لي قوي كده، وانا خنته قوي بالشكل ده، وحكيت عليه بشكل مش لطيف، ده انا دمرت له حياته، ده انا عايزه اخد جوزها يعني. طبعًا. انا اكيد طبعا مش عارفة والله إيه، انا لما بلاقي اللي قدامي يعني ما اعرفش، في نوعيات من الناس كده زي ما تقولي ايه، الاحساس مات عندهم. الله، الاحساس مات. الاحساس مات. الاحساس والصدق مات عندهم، ان انا بلاقي قدامي ده، انا يعني هقول لك ايه، الرسول عايز الاسلام، الاسلام بتاعنا اصلا نهانا ان احنا نأذي عدونا. انت لو في اسر ومعاكي عدو ممنوع ان انت تاذيه، ما تاذيهوش، واخده بالك؟ صح. فانت المفروض ان انت شايفه صاحبتك بتعاملك ازاي، بتعاملك بحب، بتعاملك بود، بتعاملك بامانه، يعني ضميرك ما وجعكيش شويه وقلت لا حرام دي بص بتعمل ايه او عملت الناس عشان دي بقى إيه؟ شيطانها متسلط عليها فعلا، بمعنى ان انا كل شويه اذيكي انا بنبسط يعني. كل ما بحاول ادمر فيكي حته او اعرف الناس سر عنك او اضعفك، انا شايفه نفسي بستقوى. انا مش عارفه الناس دي عقلها فين، غبائها ده موصلها او هيوصلها لغايه فين؟ مقامنا الناس معينه وبيخشوا حياتك وتبقى عايزه تاخد جوزك، بصه لجوزك وانت حبيبتها. هي الرجاله دي عاملين مشكله كده في كل حاجه، مش عارفه هي الرجاله دي مش عارفين نخلص منها، نحبسه في اوضه ولا نعمل ايه؟ في كل موضوع لازم لا بس انا الراجل طلع الله اكبر عليه، يعني حد ملتزم وحد كويس، مش عايزين نغلط. لا 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 لا، هو هنا طلع فعلا ملتزم جدا، يمكن النوعيه دي مش موجوده كتير. بنعمم والله، ولا في ده ولا في الاصدقاء بنعمم، ولا في اي حاجه بنعمم، لان كل قاعده وليها شواذ. انت دلوقتي ما في ستات برضو مش كويسه، وفي ستات كويسه، احنا مش بنعمم عشان ما حدش يزعل مننا يا نور. لا، احنا ناقصين بقى حد يزعل مننا، احنا مش عايزين حد يزعل مننا. يعني ادي بقى نصيحه كده يا دكتور لاي حد كده داخل على علاقه جديده في صداقه مع حد، تعمل ايه؟ كاميرا معاك اهي بقى، 2 و3 و10 و20، انا هقعد ساكته ومش هتكلم بايدينا ونفسهم. ما تديش يعني ما تديش لاي حد اسرارك في عملك او في بيتك، اديله على قد عمله، على قد ما هو بيشتغل، على قد ما انا عايز منه فقط لا غير. والتعامل لازم يبقى فيه حدود في التعامل، لازم يبقى في حدود، لازم نفصل كمان لو هل في شغل، افصل بين علاقتي الشخصيه معاكي حتى لو هي زعلت. طبعا يعني في فرق بين بيتي وفي فرق بين شغلي، هي بقى زعلت وحبت تتدخل، افهمها ازاي؟ اقول لها ايه؟ لان في ناس بتحب تخلط ده مع ده. ما انت بصي اقول لك حاجه، ما انت 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 كانسانه محترمه وانسانه بتعرفي في الذوق، بتتكسفي ان انت تقولي لها مثلا انت عملتي كذا. لا، ما بقاش في ذوق والله. ما انا هقول لك، لا ما انت ما تتكسفيش بقى، او ما حدش يتكسف. انت غلطتي، يبقى انت غلطتي في 1 2 3. بتحددي العلاقه، بحدد العلاقه وبعرفها هي غلطت في ايه، لانها لو كررت الغلط تاني لا شكرا، ما تلزميش. لو لقيت واحده بتحاول تقرب من جوزي كده، اجيبها لها ازاي؟ افهمها ازاي الموضوع ده بس بشياكه؟ لا، ما فهمهاش ولا حاجه. ايه، اضربها على طول؟ لا ولا ضرب ولا ما. بص، هي مش ضرب، ضرب على طول، مفيش شيء. لو دخل لو عشت في الحياه كلها هتلاقي كله بيبص لكل، واخده بالك؟ انا لما الاقي واحده بتبص لجوزي، او هو بيبص لها، او في حاجات غريبه، او هي عايزه تاخد جوزي مني، تمام. لا، انا اعرف هي عايزه ايه، بالعكس انا اعرف هي عايزه ايه، واشوف هي واشوفها هي بتتكلم في ايه، او عايزه منه ايه بالظبط، واقول له هو الفت نظره هو ان انا شفت 1 2 3، وان دي بتعمل 1 2 3، وتخلي بالك. خلي بالك عشان انا صاحيه. لفت نظره. انا صاحيه. لفت. لا، هي مش مساله صاحيه، ما انت ممكن في ناس ما تعرفش وبيروحوا بيتجوزوا وبيعيشوا حياتهم، ما في ناس ما تعرفش اي حاجه. ده ذكي قوي النوع ده. قوي. بس انا لما اشوف حاجه من لازم اقول له، اقول له هو ان في كذا وفي كذا وفي كذا، لان هو اللي هيحدد العلاقه
ما بينها وبينه او ما بينها وبينه. صح صح صح. الوقت معاكي. لا اوعي تقولي والله انا لسه ما اتكلمناش. والله ما انا استاذ اشرف الله والله ما انا قريب صعب معاكي كتير. لا ما اكيد بامر الله طبعا في حالات بامر الله جايه كتيره ان شاء الله. الموضوع فعلا كان النهارده قاسي شويه يمكن على نفسنا، يمكن فكرنا كمان بحاجات احنا ممكن نكون كمان مرينا بيها شخصيا، سواء انا سواء حضرتك سواء برضو السادة المشاهدين. فيمكن دلوقتي كل واحد بيتفرج على الحلقة النهاردة حس بوجع جواه معين، افتكر حاجة ضايقته. انا بتأسف لكم طبعا. لازم يبقى في حدود، لازم يبقى في حدود في التعامل. نحاول نصلح حتى العلاقات، حتى لو احنا دلوقتي في لو علاقات انا بحب حد، لو انا بحب حد وباقي عليه بعاتبه وبقول له انت عملت رجع تاني وبقى كويس معايا خلاص شكرا مش مشكله، ما رجعش مع السلامه، ما رجعش خلاص يبقى انت عارف. نورتيني وشرفتيني. بس نورتيني حبيبتي وشرفتيني الدكتور سهام نصر الخوري حبيبه قلبي، دايما منوره الاستوديو والله بجد مدينه الانتاج كلها منوره بيكي بصراحه. حبيبتي يا نور ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا رب. حكايتنا النهارده خلصت، اتمنى يا رب ان هي تقف على رجليها تاني وتبقى قويه، وانا عارفه ان هي قويه وهتقف على رجليها تاني وان شاء ربنا باذن الله. ما بتقفش على حد. لا خالص خالص. ان شاء الله القاكم بامر الله يوم الثلاثاء الجاي الساعه 12. استنوني. باي باي.